احتج أهالي الأسرى المفقودين أمام مكتب لجنة دولية للصليب الأحمر في صنعاء، مطالبين اللجنة والأمم المتحدة بفك الأسرى الذين أسروا في المحافظات الجنوبية ويتم تعذيبهم في سجون دول العدوان. نطالب من الأمم المتحدة منهم يتابعوا على قضية الأسرى، فهذه قضية إنسانية. هم بيقولوا حقوق الحيوان، هذا حقوق الإنسان. الإنسان ابني أسير، أنا قلبي قلب أم، أنا حاسة إن ابني في عذاب. بحت أصوات أمهات وأهالي الأسرى ولا من مجيب، لكن هذه الأسر مستمرة في البحث عن فلذات أكبادها في سجون دول العدوان. وقفة احتجاجية جديدة لأهالي وذوي الأسرى أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. طالبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بفك أسر أبنائهم من سجون العدوان ومرتزقته في المحافظات الجنوبية، تم إخفاءهم قسريا وانقطعت أخبارهم. احنا نناشد الأمم المتحدة والصليب الأحمر أن أين حقوق الأسير؟ أين حقوق الإنسان في اليمن؟ احنا نناشدهم يرجعوا لنا أسرانا ويعاملوهم معاملة حسنة مثل ما احنا بنعامل أسراهم. نناشد ونطالب الصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن يخرجوا أسرانا، فبأنهم يدعون بأنهم منظمة في حقوق الإنسان. ما داموا في حقوق الإنسان نحملهم جميعا مسؤولية بأن يخرجوا أسرانا، سواء كانوا في أي جبهة يخرجوهم، ونطالبهم بهذا الشيء ونحملهم جميعا مسؤولية. المحتجون طالبوا في بيان صادر عن وقفتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على الأمم المتحدة لسرعة تسليم الأسرى وحمايتهم من التعذيب الجسدي وما يتعرضون له من حرمان لأبسط حقوقهم. أحد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة وقف العمليات العسكرية الدائمة والمستمرة على بلادنا، وكذلك قيامهم بتبادل الأسرى وحمايتهم من أي تعذيب يتعرضون له في أماكن احتجازهم وتأمين سلامتهم. مواقف الأمم المتحدة متخاذلة منذ بداية العدوان على اليمن إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر وجرائم تطال حتى الأسرى داخل معتقلات وسجون قوات الاحتلال الخليجي التي تتشابه ممارستها مع تنظيمي داعش والقاعدة من خلال ما تقوم به من تعذيب وقتل وذبح ليتجاوز كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والقانونية. بلقيس أحمد، اليمن اليوم. نظمت مبادرة